السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. النهاردة إن شاء الله هنستكمل درس في غاية الأهمية، ونقدر نقول إن إحنا ابتدينا شغل الجد في الول كنترول بقى. درس النهاردة درس في غاية الأهمية يا جماعة، وهو ليه أصلا بيحصل الكيك، وإزاي أعرف إن بيحصل كيك، وإيه البوزيتيف إنديكيشن اللي يقول لك إن أنت حصل عندك كيك، وازاي تعالج الكيك، وازاي تنفعه، والى غيره، وازاي تعمله بريفنشن او تمنعه، والى ذلك. طيب، اول حاجه ايه هي اسباب الكيك، يعني حدوث الكيك. واحنا اتفقنا قبل كده في فرق بين الكيك والبلو اوت. الكيك تقدر تسيطر عليه، اما البلو اوت فبيبقى خرج عن السيطره. طيب، ايه بقى الاسباب اللي اول حاجه نتعرف عليها اسمها كيك ديتكشن. ليه بيحصل كيك؟ خلاص، ليه يحصل الكيك بتاعنا، او هو ازاي بيحصل؟ اول حاجه خالص، خلينا نكون متفقين ان احنا عندنا حاجتين رئيسيتين في البير بنتحكم فيهم، يعني الهيدروستاتيك بريشر والفورميشن بريشر. فانت عندك هنا اهو الاوفر الهيدروستاتيك بريشر والفورميشن بريشر. طول ما الفورميشن بريشر اقل من الهيدروستاتيك بريشر مش هيحصل اي كيك، خلاص. ولكن لما يحصل اندر بالانس، يعني الهيدروستاتيك بريشر يبقى وزنه او البريشر ده يبقى اقل من الفورميشن، فساعتها يبقى هيحصل ساعتها الاندر بالانس ده. طيب، او حاجه تانيه ان الفورميشن، انا فجاه وانا بحفر، قابلت هاي بريشر زون، وبالتالي الفورميشن بريشر بتاعتي بقت اعلى من المد هيدروستاتيك بريشر، وبالتالي برضو يحصل اندر بالانس. اذا الكيك يحصل امتى؟ لما يبقى فيه اندر بالانس، وده بيعزى او بيرجع لثلاث اسباب، لسبب رئيسي. يعني الكيك ده يحصل امتى؟ يحصل في طبقه، لازم يكون في حاجه اسمها، اي طبقه في الدنيا بيبقى، او اي فورميشن في الدنيا بيبقى فيها خواص اسمها بروزيتي، وخاصيه ثانيه اسمها بيرمابيليتي. اوكي، البروزيتي دي زي ما احنا شايفين عباره عن نسبه الفويدز لنسبه الصخر كله، خلاص، نسبه الفويدز اللي موجوده في الصخر الى نسبه الفويدز الى نسبه الصخر ايه كامله، خلاص. طيب، الخاصيه الثانيه اسمها البيرمابيليتي، ودي بتعبر عن الانتر كونكتد، فويدز، يعني هي بيبقى الفويدز دي بتبقى متصله مع بعضها داخليا، فده بنسميها البيرمابيليتي بتاعه الفورميشن. طيب، عشان يحصل لنا اي كيك، عشان يحصل كيك لازم يبقى فيه ثلاث اسباب رئيسيه. اول حاجه يحصل اندر بالانس، ثاني حاجه يكون الطبقه نفسها فيها بيرمابيليتي، ثالث حاجه يكون فيها فلويد علشان يحصل له الكيك ده. طيب، يبقى كيك او البلو اوت يحصل ليه؟ عشان يحصل يبقى احنا محتاجين الويل بور بريشر يبقى اقل من الفورميشن بريشر، او قصدي الفورميشن الهيدروستاتيك بريشر بتاعنا يكون اقل من الفورميشن بريشر فلويد، وبالتالي ده اول حاجه. ثاني حاجه يكون في ريزنبل ليفل اوف بيرمابيليتي. عشان كده نسال سؤال مهم قوي، هل بيحصل كيك في الشيل؟ الاجابه لا يمكن يحصل كيك في الشيل. ممكن يحصل بعد كده ان هو يقفش عليك، يعمل باك اوف، يعمل حاجه ثانيه، لما يبقى في انستابيليتي في الهول، الكلام ده كلته، انما يحصل كيك في الشيل لا طبعا، لانه هو مش بيرمابول زون. طيب، والفلويد ذات كان ايه؟ طيب، المد هيدروستاتيك والفورميشن بريشر زي ما احنا عارفين كده، طول ما الهيدروستاتيك بريشر اعلى من الفورميشن بريشر، يعني عندك ده بيبقى لتحت وده لفوق، خلاص كده، وانس ان الفورميشن بريشر ده زاد عن الهيدروستاتيك بريشر هيحصل الكيك. يبقى always remember that hydrostatic pressure and formation pressure are two opposite forces. وبالتالي احنا هنا هندرس بقى دلوقتي حاجتين، ثلاث حاجات رئيسيه. اول حاجه ان شاء الله هندرسها النهارده، هندرس جزء منها النهارده، هو الكيك causes، اسباب اللي تؤدي الى الكيك. ثاني حاجه الwarning signs، يعني حضرتك كده في اشارات وانت بتحفر تقول لك احذر، انت خلاص داخل على كيك. ثالث حاجه خلاص، لو انت خدت كيك بقى اعرف ازاي، دي اسمها كيك انديكيتورز. فهناخدهم واحده واحده، هنبدا النهارده بالجزء الاول من الكيك كوزس، اوكي، وهنتكلم عليه. طيب، احنا قلنا ان اي كيك بيحصل نتيجه وجود اوفر بالانس، خلاص. الاوفر بالانس ده بيكون نتيجه ايه؟ سوري، اسف، بيكون اي كيك بيحصل نتيجه اندر بالانس. الاندر بالانس ده بيحصل نتيجه ايه؟ اول حاجه دروب ان مد ليفل. يحصل ان انت خلاص كنت بتحفر عادي خالص والدنيا ماشيه تمام وزي الفل، وفجاه المد ليفل وقع ليه؟
ليه اسباب هنعرفها ان شاء الله. خلاص. طيب تاني سبب يحصل ريدكشن في المود ويت. تقول لي طب المود ويت ده ممكن يحصل له ريدكشن ليه؟ هن برضه دي اسباب هنتكلم عليها ان شاء الله دلوقتي. ثالث حاجه ممكن يحصل نتيجه انكريز انفورميشن بريشر اللي احنا بنقول عليه الاب نورمال بريشر، وهنعرفها برضه دلوقتي. طيب الكيك كوزز بقى سريعا كده ناخدهم وبعدين نتكلم عليهم بالتفصيل. اول حاجه فيلير تو كيب هول فيل. ثاني حاجه انسفيشنت مود ويت، الوزن مش كافي. ثالث حاجه ظاهره السواب عامله زي الحقنه. رابع حاجه لوست اون سيركيليشن او فقد في الطفله. خامس حاجه هيومن ايرور اخطاء البشر. جاز كات يعني يحصل وانت بتحفر كده ان الجاز يعمل كات وكات في المود ويت. طيب ران ان جاز بابل، حضرتك والله مثلا نعرف الكلام ده، لا سيما لو انت خدت طلعت لقيت فيه سواب مثلا وسبته ما نزلتش سركلته، لا طلعت كملت تريب لفوق وبعدين تنزل راين هول، فلما بتنزل في الجاز بابل ده ممكن يحصل لك مشكله. طيب سيركوليت للهول كلين، وده بيحصل دائما قبل ما نطلع بول اوت اوف هول عشان بقى تغير بي اتش اي، عشان تنزل بكيسنج، عشان تعمل اي حاجه، يعني دائما بيحصل قبل ما نعمل تريب اوت اوف هول. طيب اخر حاجه اب نورمال بريشر زوم. طيب اول سبب بنقول فيلير تو كيب هول فول. ايه السبب ان احنا الهول ده اهو، ادي البير بتاعنا اهو، واخد بالك زي ما انت شايف اهو، المفروض ان هو الامور ماشيه تمام، بنضخ من هنا ويطلع لك الراجع من هنا من عند الفلو لاين تمام. طيب فجاه وقع السترنج وقع الليفل بتاعنا ليه؟ لان زي ما حضرتك شفت كده كده دي التول جوينت، معنى ان التول جوينت طلعت لفوق يبقى احنا طالعين تريب، اوايل تريبنج يعني احنا طالعين لفوق، الهول بقت فيلد تو كيب هول فول. وخلينا نقول بمنتهى الصراحه ان 75% من الكيكس اللي بتحصل حوالين العالم كله بتحصل نتيجه السبب ده، فيلير تو كيب هول فول. وبرده يسالك سؤال تاني في الامتحان يقول لك مثلا ايه، ايه هو السبب اللي ممكن يتم تفاديه لو كان معاك حفار كليفر او دريلر كليفر، يعني كليفر دريلر، يعني حفار ذكي او واخد باله او ماهر او كده او الناس واخده بالها، يعني ده سبب سهل جدا وممكن تفاديه. كل كام ستاند بعوض مكانها، خلاص كل 5 ستاند بحط 3.5 برميل مثلا، يعني كارول اوف ثام، فده اسمه سبب فيلير تو كيب هول فول. طيب ده مينتين، ده بيحصل نتيجه ايه او ممكن نتفاداه امتى؟ لما نعمل مينتين اكيوريت تريب شيت، وهنشوف صوره للتريب شيت دلوقتي. لما يبقى في جريت كونسيرن وايل بول اوت اوف هول وذ ويت تريبس، عشان برضو خد بالك احنا قلنا امبارح في الكالكوليشنز في حاجه اسمها ويت وفي حاجه اسمها دراي، دي فالفرق بين الاثنين ان ده طالعه مليانه دي طالعه ناقصه، دي مسدوده من تحت ده اوبن اند، فمعنى كده ان انت لو واخد بالك انت بتعوض بكميات قد ايه مش هيحصل المشكله دي. طبعا جريت كونسيرن وايل بول اوت اوف هول وذ بي اتش اي. طيب ليه بقى بالبي اتش اي؟ لان حضرتك البي اتش اي ده بيبقى الدايمترز بتاعته كبيره، وبالتالي هتلاقي الدروب حصل في الليفل سريع. كالكوليشن اوف بريشر دروب بير فوت، تاخد بالك برضو منها، فكل دي اسباب تخليك تو كيب هول فول. طيب بنقول اهو مور ذان 75% اوف بلو اوت انسيدنت بيحصل امتى؟ وايل تريبنج. طيب فيلر تو كيب هول فول زي ما قلنا برضو اثناء البول اوت فول والدريل كولر او بالبي اتش اي، لان زي ما انت شايف كده بيبقى سميكه وتخينه، يعني مثلا على سبيل المثال احنا بنحفر بكام؟ يعني ب5.5 دريل بايب، صح كده؟ انما دريل كولر ممكن توصل على حسب السكشن، بيوصل مثلا ل9.5، اقل حاجه خالص ب6.8، في مثلا في الورك اوفر ب4.75، يعني فيعمل بيها قطره اكتر بكتير، خلاص؟ فبالتالي بتلاقي الدروب حصل في الليفل سريع وبالتالي ممكن تحصل لك مشكله. طيب زيد على كده كمان ان تكسير البي اتش اي بياخد وقت كبير، يعني انت بتكسر في البي اتش اي ممكن تاخد 3 4 ساعات، انما بالمواسير لا ما بياخدش وقت، لان تكسيرك للبي اتش اي بيحتاج ريك تونج، انما التانيين دول بتعملهم بالباور درايف وانت طالع بول اوت فول على طول. خلاص؟ فتيك كير قوي من النقطتين دول. طيب فيلير تو كيب فيلير اوف ذا فلوت كولر. خلاص؟ دلوقتي احنا نازلين بالكيسنج. خلاص؟ فمعانا الفلوت كولر ده زي ما قلنا في حاجه اسمها فلوت كولر، ده بيمنع بيبقى اسمه وان واي فالف، يعني تضخ من هنا يفتح اوكي، انما هو ما فيش راجع، والا لما احنا نعمل جوب الاسمنت لو في راجع كان زمان يرجع لنا هنا ويحصل لنا يوتيوب وجوب الاسمنت يبوظ.
خلاص فناخد بالنا من النقطه دي قوي. فهو الفلوت كولر ده وان واي فالف، يفتح من الناحيه دي يعني تضخ من الناحيه دي اوكي، انما العكس لا. فلو حصل له فيلير واحنا نازلين، لو حصل له فيلير او باظ واحنا نازلين، هتلاقي الطفله دي كلها رجعت لك اهو وملت لك الايه الجزء ده، وبالتالي حضرتك حصل دروب في الليفل اللي هو في الانيولاس، وبالتالي حضرتك تحصل مشكله كبيره. عشان كده دايما بنقول ايه اثناء ما انت رانين هول بالكيسنج، دايما بنعبي السترنج بتاع الكيسنج كل وان في الاول. طبعا اثناء ما احنا في الكيسنج، في الكيسنج اللي فوق بتعبي كل 5 جوينت ولا حاجه. اول ما توصل عند الكيسنج شو بتركب الفيل اب تول بتاعتك، وهي بتعمل اوتوماتيك كل وان جوينت خلاص. فناخد بالنا اول ان دي حاجات كلها والكنترول ايشوز يعني. طيب فيلير ذا فلوت فالف زي ما انت شفت اهو، باظ الفلوت فالف اللي هنا، فاللي حصل ان الليفل بتاعك كان بدل ما واصل لفوق نزل لتحت، وهنا لحد ما يحصل يوتيوب ما بين الاثنين ويبقى قد بعض هنا وهنا، فبتلاقي حضرتك ان الليفل بتاعك وقع هنا ووقع في نفس الوقت هنا، وتلاقي ان الكيك ايه جاي لك في الطريق خلاص، يبقى فيلير اوف ذا فلوت كولر. عشان كده لجأنا احيانا بتلجأ بعض الشركات ان هي تعمل حاجه اسمها سيلف فيلينج فلوت شوز او فلوت كولرز، اللي هي بتعبي نفسها اوتوماتيك. حضرتك وانت نازل هو بيعبي اوتوماتيك بالمنظر ده كده، بيعبي وبالتالي الليفل هنا وهنا يبقى واحد، ما تحتاجش انك كل شويه تقعد ايه تعمل تعبي عشان ما يبوظش الفالف يعني. دي حاجه. تاني حاجه لما تحب تقفله في الاخر بترمي الكوره هنا، فبتشتغل از اوان واي فالف. بنقول له اف ذا فلوت شو بلاجد سوري دروبنج ذا بول ويل كفر ذا كولر اند ذا شو تو نون ريتيرن فالف. اوكي، وبيحول الشو الى نون ريتيرن فالف. بتاخد في اعتبارك برضو ان الفيلنج اكشن ده عشان اقلل السيرج بريشر وانا نازل. بقول عندي لو الفلوت شو بلاجد ديسبليسمنت بتاعتي ويل بي كلوزد اند ديسبليسمنت او كلوزد اند بايب اللي احنا بنقول عليها ويت خلاص. طيب لو حصل لا قدر الله ليك ما بين الكيسنج او جوب اسمنت كان بايظ او فيلير في جوب الاسمنت، فحصل ليك ما بين الكيسنج، فبتلاقي الجاز بيتنقل من طبقه يروح لطبقه ثانيه كده من وراه، فبتلاقي حضرتك ما بين الاثنين كيسنج او ما بين الاثنين كيسنج دولت مثلا على سبيل المثال في فيلير جوب بتاع الاسمنت. فحضرتك ايه اللي ممكن يحصل؟ حضرتك هتلاقي ان الليك ده هذا اوتر كيسنج شو ممكن يسبب ايه؟ ممكن يعمل كولابس للانر كيسنج، لانه ضاغط عليها من بره هنا، يبقى ضاغط على الكيسنج دي، يبقى كولابس للانر كيسنج. وفي نفس الوقت يعمل ايه في اللي بره؟ يعمل فيها حاجه اسمها ليك ات ذا اوتر كيسنج، او بنسميه بيرست ات ذا اوتر كيسنج. ثالث بيرست ات ذا اوتر كيسنج، وبالتالي يؤدي الى فيلير جوب. طيب برضو من ضمن الاسباب فيلير تو كيب هول فول، تاخد بالك ان احنا عندنا رول اوف ثامب دايما الحفار لازم يملى بالتريب شيب بتاعه بالمنظر ده، بنقول هو حوالي 3.5 برميل لكل 5 ستاند لو هو طالع ب 5.5 دريل بايب. طيب برضو الرول اوف ثامب الثانيه بنقول ان الماكسيمم اكسبتابل ديكريز ان بريشر ديو تو فيلير تو كيب هول فول از من 70 ل 75 بي اس اي، اللي احنا بنقول عليهم هم نفسهم ال 3.5 برميل اللي بنضخهم كل 5 ستاند خلاص كده. طيب ثاني سبب انسفيشنت ماد ويت. لاي سبب حصل مثلا الديريك مان على سبيل المثال او البامب مان او الراجل اللي واقف على التنكات فتح تانك غلط، كان فيه طفله قليله او طفله بنعمل بها دايليوشن او طفله فريش دخلها على السيستم بتاعنا فعملت قط في الماد ويت، فيبقى حضرتك سام تايمز انكسبكتد فورميشنز هاز هاي بريشر ويز ماد ويت كانت كيب كنترول اوفر ذيس زون. ده اول سبب. تاني حاجه ان هو اكسسيف دايليوشن، لو احنا بنقول لو في دايليوشن حصل بالميه او فريش ماد دخلت بالغلط او اي سبب حصل يعني، او استخدام السوليد كنترول ايكوبمنت زي مثلا السنترفيوج اللي هو بياكل البرايت او بيضيع البرايت فبيسبب لك انسفيشنت ماد وي. طيب من ضمن ثالث حاجه قلنا السوابنج، والسوابنج دي عامله زي السرنجه كده، حقنه كده بتشد، فاللي بيحصل اول ما السرنجه بتعمل ايه بتتشد تحصل لك ايه؟ يحصل لك نوع ظاهره السواب. امتى يحصل السواب؟ في اسباب تعمل اسباب، يبقى اهو during pull out of hole with high pipe velocity، حضرتك طالع بدريل بايب فيلوستي عاليه فيحصل دروب في البوتوم هول بريشر، وبالتالي يؤدي لك الى الكيك اللي احنا بنقول عليه اهو. طيب هنقف شويه قدام السواب ونتكلم عليه. طيب السوابنج ده يحصل نتيجه ايه؟ يحصل نتيجه اربع خمس حاجات مع بعض، اربع خمس حاجات مع بعض.
اول حاجه بول اوت اوف هول وذ دريل بايب كويكلي، طالع اجري بسرعه بالدريل بايب، ومعايا ثيك مد جيل سترينث، يعني معاك الجيل سترينث بتاع الطفله ثيك. ما بقولش ليه هنا فيسكوستي، لان حضرتك وانت اول ما بتطلع بول اوت اوف هول بتتعامل مع ستاتيك كونديشن للمد اللي احنا بنسميها الجيل سترينث، وبالتالي ما لو معاك ثيك مد جيل سترينث ده هيؤدي الى ظهور ظاهره الاسواب. كمان لو ما لازم يكون معاك بلاجد نوزلز، بلاجد نوزلز. اخر حاجه بيكون معاك سمول هول كليرانس، لازم الاربعه مع بعض، لازم يحصل الاربعه مع بعض عشان يؤدي الى ظاهره الاسواب. خلاص. طيب فبنقول السوابنج ده اسمه temporary drop in bottom hole pressure as the string is pulled out of hole upward، زي ما احنا شايفين، زي ما انت شايف كده اول ما بيجي يطلع بتلاقي بيستحس الغازات ان هي تطلع من هنا، وبالتالي السترنج بتاعك هو causes swabbed gas to enter the well bore، زي ما انت شايف كده بيحصل سوابنج بحوالي 200 بي اس اي، فانت عندك هنا ده 5000 تشيل منهم 200 يديك 4800 بي اس اي. طيب هل اقدر اكتشف السواب؟ يعني على سبيل المثال اقدر اقول في انديكيشنز تقول لك ان حصل سواب معاك؟ في انديكيشن. زي ايه بقى؟ يقول لك اول حاجه خالص سوابين كان بي ريكوجنايزد باي انكوريكت هول فيل، يعني على سبيل المثال احنا طالعين بول اوت اوف هول 5 ستاند، المفروض نحط 3.5 برميل. طب لو احنا حطينا 4 برميل يبقى انت معاك لوسز. طب لو حطينا 3 برميل بس يبقى حضرتك معاك كيك او معاك سواب. خلاص؟ يبقى incorrect hole fill. ثاني حاجة monitoring the trip tank is of vital importance. التريب تانك بتاع حضرتك اللي هو بيقعد يعوض كل شوية اوتوماتيك ده، لما تيجي حضرتك تراقب التريب تانك كل شوية وتلاقي مثلا احنا سحبنا 10 ستاند فكنا المفروض نعوض وليكن 3.5 برميل 7 برميل، فاحنا لما نيجي نبص على التريب تانك لا ما نزلش 7 برميل، ده نزل 5 بس، يبقى في 2 برميل فرق، يبقى ده سواب. خلاص؟ تو افويد السوابنج بقى حضرتك لو على السواب ده عايز تتغلب عليه واخد بالك تعمل ايه؟ بامب اوت ذا ويل ديورنج تريبنج، تعمل بامب اوت للبير اثناء ما انت طالع بحيث تتخلص من السواب اول باول. طيب ده شكل التريب شيت يا جماعه، واخد بالك انت الناس اللي هي في الحفر يعني تبقى عارفاه. احنا على سبيل المثال عندنا عدد الاستاندات اهو، ستاند رقم 1 2 3 5 زي ما يكون، التريب تانك فوليوم بنبقى مسجلينه، ده كان 8، ده كان 8.5، ده بقى 9 مثلا، ده كان بقى 8 والى اخر الكلام ده كلاته، واخد بالك انت هنا. هنا مثلا بقول 2.2 على 14.2، يعني انا رجعت عبيته تاني، رجعت عبيته تاني. طب اكشوال تشينج اللي انا مثلا التشينج اللي حصل في التريب تانك مثلا هنا نزل 0.6، انما الثيوريتيكال اللي المفروض كان ينزل، كان ينزل مثلا 0.7، كان ينزل هنا مثلا 0.7 لو هي ستاند واحده، كان ينزل حوالي 3.5 لو هم 5 ستاند مثلا على سبيل المثال. فالديفرنس ما بين الاثنين هنا زيرو، هنا كذا، طبعا هنا واضح ان مفيش اي كيك ولا حاجه، الكاميوليتيف ديفرنس مفيش، فبقول ان انا هنا عبيت مثلا ب 12 برميل، هنا كذا بسجل كل حاجه. لو في فرق في الديفرنس بقى يبان لك بقى، لو هو بوزيتيف يبقى انت معاك سواب حصل مثلا نتيجه مشكله او اي حاجه. خلاص. طيب اكشن تو بي تيكن اف سوابنج از اوبزرفد، لو حصل السوابنج بتاعك تعمل ايه؟ خلاص انا دلوقتي طالع لقيت سواب، اعمل ايه؟ اتنيني طالع طالع بقى لحد ما الكيك يكبر معايا وتبقى مشكله؟ لا، بعمل اول حاجه خالص اقف اعمل فلو تشيك، وجه التانك، اقفل وقف اطلع اقفل البي او بي، وجه الراجع بتاعك على التريب تانك، واخد بالك؟ وقف راقب لمده 15 دقيقه. لمده كام؟ 15 دقيقه. ولو انت كمان شغال بوتر بيز ده 15، ممكن يبقى اكتر من كده لو انت اويل بيز، على اعتبار ان الاويل بيز دي بتبقى كومبريسيف شويه فممكن تديك نتيجه خاطئه لو في حاجه. خلاص؟ فعشان ما تضيعش وقت البريمه يعني. يبقى اول حاجه نعمل فلو تشيك، ثاني حاجه لو هو نيجاتيف ران باك تو ذا بوتوم، يعني حتى لو انت شاكك وما امشي ارجع ثاني للبوتوم وسيركل الكيك اللي موجود، سيركوليت وان بوتوم اب وكونسيدر تيكن ريتيرنز فيا ذا تشوك. And لو هو انت كان بوزيتيف بقى وتاكدت فعلا ان في راجع وفي راجع بزياده، لا شوت ان ذا ويل وريكورد للبريشر بتاعتك، شوت ان ذا ويل واعمل ايه؟ ريكورد للبريشر بتاعتك. تمام كده؟ طيب لو السوابنج قلنا قبلك بروبلم فانت بتعمل بامب اوت للهول انتل ذا بيت از اباف ذا شو. طيب ده الفلو تشيك اهو بنقول عليه، حضرتك اهو ادي البي او بي اهو بتاعك اهو راجع لك الحاجه من عند البيل نيبل بتاعتك،
وبفتح سكه على التريب تانك واقفل السكه من على الشيكر، اشيل شيكر وراقب التغير معايا في العوامه دهيت، اشوف زاد نقص ولا ايه، او ابدا اسجل بالظبط، وبالتالي احسب اذا كان في عندي جين ولا ما فيش عندي جين. خلاص. عكس بقى السوابنج، حاجه اسمها ايه؟ السيرجنج. حاجه اسمها السيرجنج. السيرجنج ده حضرتك وايلد رانين هول، فبيحصل فيه ضغط على الفورميشن برضو بنسبه معينه زي ما بيحصل في السواب بتحصل في السيرج، فبيحصل انكريز في الفورميشن بريشر بتاعتك، ولو هما متصلين ببعض فبيرجع لك تلاقي فيه راجع من البريشر بتاعك، وبالتالي ممكن يكون حامل غازات او حامل اي حاجه من الطبق اللي فوق ويرد لك عليها لو في كوميونيكيشن ما بين الطبقتين. طيب برضو من الحاجات اللي ممكن تخلي لك يحصل كوزس من الكيك او تسبب لك دروب في الليفل او تعمل لك اي مشكله، ان انت هتفقد الاوفر الاندر بالانس، الاوفر بالانس بتاعك بتفقده عن طريق ان انت يحصل لك لوست اوف سيركوليشن. لوست اوف سيركوليشن هيحصل ازاي؟ بيحصل لوست اوف سيركوليشن في الفورميشن عاديه لو انت مش منتبه ليها، فبتلاقي الليفل بيحصل له دروب في البير، وبالتالي بيحصل الهيدروستاتيك بريشر بتاعك بيحصل له دروب، وبيؤدي ذلك الى الكيك بتاعك ليدنج تو ذا كيك. خلاص. طيب بقول بقى ان الفينومين دي از كولد والبور بريثنج، ان انت حضرتك بتحفر فحصل لوست اوف سيركوليشن هنا، وفي طبعا هاي بريشر زون في الطبقه اللي فوقيها فدي كيك من فوق، دي بنسميها ويل بور بريثنج، يعني انت بتفقد من هنا وفي نفس الوقت بيطلع من هنا، فدي بنسميها ويل بور بريثنج. طيب ذس كان بي تريتد في حاله ما خدت انت توتال لوسز، ان انا بعمل حاجه اسمها مد كاب دريلنج. المد كاب دريلنج ده عباره عن ايه؟ عباره حضرتك عن ان انت بتكمل حفر للبير بتاعك بووتر اند جيلي سويب شغال عادي خالص اهو، وفي الباك سايد او في الانيولاس بتضخ من فتره لفتره اللي احنا بنقول عليها انترميتنتلي، اللي هي من فتره لفتره مش كونتينوس، يعني كل 30 دقيقه مثلا تضخ لك 30 برميل ولا حاجه. مود كاب بتبقى طفله بوزن اعلى من 2 بي بي جي من المود ويت اللي انت كنت بتحفر بيه، وبحيث ان هي لو في غازات ولا اي حاجه تنزلها معاها توديها كله في اللوست زون، وفي نفس الوقت تو كيب هول اوبن او تو كيب هول ستيبل وايل دريلنج. تمام كده يا جماعه؟ طيب في ديفرنس لازم تاخد بالك منه ما بين الويل بور بريثنج والجاز بالونينج، عشان في ناس بتتخدع بالحاجات دي. الويل بور بريثنج اللي احنا بنقول عليه خدت لوسز وفي نفس الوقت جاي لك راجع، يبقى هو ده بيحصل دايما في السيرفيس هول، دايما اف ات از لوسز اوف ذا مد انتو ذا فورميشن اند جين فروم ذا ابر فورميشن ات ذا سيم تايم، بتاخد لوسز وفي نفس الوقت بتاخد جين من فوق ات ذا سيم تايم. انما بقى البالونينج افكت او جاز بالونينج، حضرتك بتلاقي ايه؟ في فقد بيحصل برضو في السمول سايزز اوف ذا ويل بور، يعني مثلا اللاينر 5 انش مثلا واحنا بنحفر 6 انش هول، الحاجات دي كلها بيحصل امتى؟ كانه بالظبط انجكشن اوف ذا ماد او لوس اوف ذا ماد انتو ذا فورميشن وين بامبس ار اون، حضرتك طول ما انت البامب شغاله هو بيعمل بيحقن في الفورميشن، وبعدين فولود باي جينز. خد بالك من كلمه فولود، يعني اول ما اوقف بامب الاقي في راجع جاي لي، يبقى انا معايا لوسز وانا بحفر ووقف بامب يحصل لي راجع في وقت الكونكشن او وقت اي حاجه من دي، فدي بنسميها ايه؟ جاز بالونينج افكت. خلاص. وده الصوره بتاعته. طيب ده كان الجزء الاول يا جماعه من الكيك كوزس، اتمنى يا رب نكون قدرنا نوصله بشكل سلس وبسيط. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.